كتير بتتكلم في مشكلة موت الأرانب، وخاصة في العمر الأول من الولادة أو يعتبر الأسبوع الأول في الولادة. يقول لك الأرنبة بتولد النهاردة، ويجي بعدها بيوم ولا اتنين كل يوم نفقد واحد أو اتنين لحد ما الولدة تموت. من رأيي إن الموضوع دوت ليه سببين مهمين جدا وهنتكلم فيهم النهاردة. السبب الأول هو سوء درجة الحرارة، وانا بعتبر السبب ده يعتبرش في الايام اللي احنا فيها دلوقتي يعتبر سبب اساسي. ليه؟ لان الجو اللي من دولت يعتبر كويس الى حد ما، ممكن اتكلم فيه من ناحيه ايه، من ناحيه الرطوبه والتهويه ونظافه المكان. المفروض يا جماعه ان بيت الولاده لو المفروض بعد 48 ساعه من الولاده ابدا اطمن على الخلفه، وابدا اشوف الفرشه بتاعه بيت الولاده هل هي نشفة ولا فيها بلل، او واشوف نظام التهوية كمان، هل بيت الولادة قدام شباك او بلكونة فيها هواء مباشر بيوصل لها ولا لا. الحاجات دي مهمة جدا في الاسبوع الاولاني، وممكن يكون في 30 يوم الاولانيين. لكن انا برجع بقى، السبب الاساسي في الايام دي لموت الارانب في السن دوت هو سوء التغذية. يعني ايه سوء التغذية؟ من فترة كده نزلت بوست على الفيس، كنت كاتب فيه يا جماعة ما تعتمدوش على العلف بتاع الأرانب، ما تخلوش، ما فيش اعتماد كلي عليه، بلاش يبقى فيه اعتماد كلي عليه. ناس كتير زعلت مني وتقول ازاي ده هو الأساس ومش هو الأساسي. أنا ما عنديش مشكلة، أنا بقول لكم العلف يعتبر 90% أساسي في غذاء الأرانب، لكن 10% اللي هم الخضار والحاجات التانية دي مهمين جدا لدرجة ان هم ممكن يتسببهم في موت الارانب الصغار. طيب نتكلم عن الموضوع واحدة واحدة. احنا نتخيل يا جماعة ان في ارنبة النهاردة بتاكل 200 جرام عليق وما بتاكلش حاجة تانية غير العليق. المفروض ان الارنبة النهاردة اتلقحت، تبدأ ال 200 جرام بنزودهم مثلا ل 250 وقد يكون 300 جرام كمان، عشان تبدأ توزع الغذاء على الخلفة اللي في بطنها. طيب هنفترض بقى ان اصلا الارنبة الغذاء اللي بتاخدها 300 جرام ولا 400 جرام اللي بتاخدهم دولت اصلا ما فيهمش غذاء، مجرد حشو بطن. من هنا ترجع المشكلة، ازاي هتغذي الخلفة اللي جواها، او ازاي هتغذي الاجنة اللي جوا في بطنها. فهنا دي المشكلة الرئيسية في سوء التغذية. طيب ناس تقول لي بس انا واثق من العلف بتاعي. يا جماعة انت لو نزلت النهاردة وسألت على الفيس او اي حاجة من وسائل التواصل الاجتماعي وقلت لهم يا جماعة ادوني افضل علف عشان اكل منه، مش هتلاقي اتنين متفقين على العلف. ليه؟ وده شيء طبيعي، انا ما بقولكش حاجة، ده شيء طبيعي. ليه؟ وممكن خد بالك يكون العلف عند شخص ما او عند مربي ما حلو، وعند مربي تاني مش كويس. زي بالظبط لما ضربت لكم مثل زمان، اتنين عيانين راحوا لدكتور واحد، ممكن واحد يخف على العلاج بتاعه وممكن التاني ما يخفش على العلاج بتاعه، ده نفس الدكتور وقد يكون نفس المرض. هي بترجع للهرمونات في جسم الانسان، نفس الوضع بالنسبة للأرانب. ممكن العلف ده يكون عند مربي ناجح جدا، ممكن يزود معاه في الانتاج، وفي عند مربي تاني ما ينجحش وما يكونش معاه كويس. طيب ايه اللي انا المفروض ازوده في الاكل بتاع الارانب؟ شوفوا يا جماعه الارانب محتاجه فيتامين الف. فيتامين الف ده مشكلته بقى بالنسبه للعلف ايه؟ ان هو ثبت في الفتره الاخيره ان 20% من نسبه الفيتامين في العلف بتروح نتيجه كبس العلف ووضعه تحت درجه حراره 80 مئويه. يبقى 20% من فيتامين ا بيروحوا كده. فطبعا لو الناس اللي بتعمل علف دي مش عامله حساب الموضوع دوت، يبقى كده انا كده عندي الارانب ناقصه في الفيتامينات، وهكذا. ده ثبت في فيتامين ا، والله اعلم بقى في الفيتامينات التانية وضعها ايه. طيب نتكلم بقى عن الفيتامينات التانية. انا هفترض معاك حضرتك، هفترض ان العلف بتاعك كويس جدا ويعني نمبر 1. طيب انا ايه المشكله لما اضيف انا زيادات؟ يعني ايه؟ يعني مثلا انا عندي فيتامين ا ده موجود في الجزر،
جميل جدا. انا كمان ما بقولكش حط ادويه، اهوت ما بكلفكش، انا بقول لك ادي للارانب الحد الادنى. اظن كيلو الجزر النهارده ب 3 4 جنيه، يعني ما فيهوش اي مشكله. كيلو الجزر ده ممكن يكفيك فتره كبيره. انا ما بقولكش هات كيلو الجزر روح حطه للارنب، ده غلط. لا، بس ادي للارنب يا عم كل يومين 3 جزرايه، الارنب الواحد او نص جزرايه، تمام. طيب الخس والجزر، الخس والبرسيم والبطاطا، الحاجات دي كلها مفيده جدا. البرسيم انا قعدت مره مع دكتور بيطري كنا بنتكلم كده، قال لي البرسيم يعتبر افضل الخضار اللي فيه كالسيوم، افضل كمان من الكالسيوم اللي هو البيطري. يعني تخيل يا جماعه، يعني نسبه الكالسيوم في البرسيم افضل من الكالسيوم اللي موجود في الادويه. طب انا ليه ما استخدموش وليه استخدم الادويه بقى ما دام دي حاجه كويسه؟ طيب استخدم البرسيم ازاي؟ قلنا قبل كده البرسيم انا اشتريته النهارده مثلا اكل الارانب بعد يومين ثلاثه بعد ما يدبل والميه اللي فيه تروح. طيب اكل قد ايه يا عم؟ بلاش كل يوم، اكل كل يومين، ادي للارنب الواحد 4 5 عيدان برسيم، لكن ما تستغناش عن الحاجات دي والخس والبطاطا. فده يا جماعه ده حاجات مهمه جدا. الارانب محتاجه فيتامين ا د ه، ومحتاجه ه سيلينيوم، ومحتاجه املاح معدنيه، ومحتاج املاح احماض امينيه. طب ما كل ده موجود عندي في الطبيعه، يبقى انا هنفترض ان انا يبقى انا ايه، بلاش اقول لك افرض سوق العلف، لا يا عم العلف بتاعك كويس وزي الفل، خليك بقى زود انت الارنب عندك بحيث ان العلف لو ناقص اغذيه. يعني انا هقول لك على حاجه غريبه جدا، انا هفترض معاك ان العلف كويس تمام، كون ان انت تديله ادويه من ديت فيتامينات ده غلط، لان كثره الفيتامينات بتؤدي تعمل تسمم للارانب. لكن لو اديته خضار وجزر وبطاطا والكلام ده كله، ده لو العلف سليم دي زياده مش هتاثر في الارنب، بالعكس هتزيده. لو العلف ناقص فيتامينات يبقى يعوضت الارنب بالفيتامينات. يبقى انا كده عندي الام لما تولد الاطفال الصغار بتوعها هيبقوا الاجنه هم بطنها هيبداوا يمتصوا الاغذيه المناسبه ليهم، بالتالي يبداوا يتقووا. تبقى تيجي الام لما تيجي تولد يبقى كده ايه، ولدت اجنه مش ضعاف، تمام كده. يبقى انا عندي، يبقى انا لازم اهتم بالموضوع ده. طيب وعايز اقول لكم على حاجه كمان، بالنسبه للناس اللي بتقول يا جماعه انا الارنبه الاطفال الخلفه بتموت عشان الام ما بترضعش، مفيش حاجه اسمها ام ما بترضعش، الام ما بترضعش برضك لسوء تغذيه. ليه سوء تغذيه؟ انا هفترض معاكم، انتوا عارفين يعني ايه ام ما بترضعش؟ يعني معنى كده ان عندها في الدرع لبن وهي ما بترضعش، عارفين لو حصل كده يحصل لها التهاب في الدرع على طول، وبالتالي انت بتلاحظ الموضوع ده. لكن الام ما بترضعش لان الام ما عندهاش حليب او لبن في الدرع، فبالتالي هترضع منين؟ يبقى اذا يبقى انا لازم اهتم، وده طبعا قله اللبن برضك قله الفيتامينات اللي حضرتك اعتمدت على العلف في الاكل بس. يبقى انا لازم عشان اخلي الام تولد عندي خلفه كويسه لازم اعوض الام او ازود للام في الخضار والجزر والبطاطا، وخدوا بالكم والعسل الاسود والثوم، الكلام ده كله العسل الاسود والثوم فيهم كميه زنك مفيده جدا جدا للارانب. فيا جماعه بعد اذنكم ما تعتمدوش للمره الثانيه، ما تعتمدوش على العلف في اكل الارانب. ومش معنى كده ان انت ما تاكلش علف، لا، العلف اساسي بنسبه 90% للارانب، وانما ال 10% التانيين اللي هم يعتبروا الخضار والحاجات التانيه دول مهمين جدا، لدرجه ان هم ممكن ياثروا على عدد الخلفه عندك وصحتها وموتها من حياها. يبقى بالتالي انا هعتمد على ايه الحاجات دي. احنا قلنا ان احنا الخس، الجزر، البرسيم، القشر الرز المجفف، وفي ايه تاني؟ وعندك كمان قلنا برضك نزود العسل الاسود والثوم والحلبه بالعسل بعد الولاده. كل الكلام ده بيساعد الام ان هي تدي للصغار بتوعها اللي هم الاجنه في بطنها، بتساعدهم ان هم يمتصوا الاغذيه المفيده ليهم، فبالتالي تعرف تولد كويس فيطلع لك اجنه كويسه، فبالتالي تلاقي عندك مفيش وفيات. وخد بالكم المفروض برضك بعد ما الام، لو انت بقى هنفترض ان انت عندك الام ولدت وانت ما كنتش مهتم بالكلام ده كله، طب انا هعمل ايه؟ اهتم من بعد الولاده على طول، من بعد الولاده على طول بالحلبه
والعسل دول مفيدين جدا، والثوم او قشر الثوم، قشر الثوم اترمى او تقطع فصين ثوم تحطهم في الميه، ده مضاد حيوي كويس جدا للام بعد الولاده. وبالنسبه للحلبة والعسل دول بيفيدوا الام ان هم بيزيدوا كميه اللبن عندها. ما تجيش تقول لي الام ما بترضعش، اصل هي ام الحاله الوراثيه بتاعتها مش مظبوطه، انا هستغنى عنها. الام ما بترضعش عشان حضرتك قصرت في اكلها وفي سوء تغذيتها. كده كده يبقى الخضروات المهمه في لغذاء الارانب عشان تمدها بالفيتامينات، برسيم، الخس، البطاطا، الجزر، بقدونس، كزبره، الشبت، كل انواع الخضار ديت مهمه جدا للارانب، بالاضافه الى الحلبه والعسل والثوم. كده ان شاء الله اكون وصلت لكم المعلومه. لو في حد عنده اي سؤال او استفسار يسيبه في تعليق. اتمنى اكون الناس اللي ما اشتركتش في القناه تشترك في القناه، ودمتم في خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.